احنا في الامام الشافعي رضوان الله عليه في مقبره، لما قالوا لي انها موجوده ما بقتش مصدق. قالوا لي يا عمنا ده المقرئ الكبير العظيم ده مدفون عندنا هنا في مصر. المقرئ اللي اتولد سنة 110 هجري ومات 197. هو أبو سعيد عثمان ابن سعيد ابن عبد الله ابن عمرو ابن سليمان الملقب بورش. قراءة، احنا نقرا القرآن الكريم. احنا هنا في مصر وفي الجزيرة العربية وفي العراق وفي كله بيقروا حفص عن عصم، لكن المغاربة وموريتانيا والحتة دي الناحية التانية في الغرب كده يقروا ورش عن نافع. ايه حفص عن عاصم ورش عن نافع؟ دي كانت قصة كبيرة، ده علم كبير قوي اسمه علم القراءات. في عندنا ممكن يبقوا 10 قراءات وممكن يبقى أكتر من 10 قراءات. طب ليه كده؟ هو مش القرآن نازل باللغة العربية؟ إن أنزلناه قرآنا عربيا؟ لا، بس هم عندهم لهجات. يعني يقال في بعض الكتب إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقرأ الهمزة، ما يقولش الهمزة. هتلاقي قراءة نافع ورش كده. طب ازاي ورش ده عندنا عاش عندنا في مصر ومات عندنا في مصر واحنا بنقرا حفص عن عصب ما بنقراش ورش عن نافع؟ ازاي؟ قال لك لا، ما زمان زمان كانوا في مصر بيقروا ورش، وبعدين بتبقى في بقى الدول الخلافة مشيت مع حفص. بيقول لك قراءة حفص يعني بتبقى مش أدق، إنما اتعود عليها الناس في هذه المنطقة. طب ليه أنا عندي قراءات؟ يعني إيه قراءات؟ يعني إيه؟ ده علم كبير قوي ممكن تبحثوا فيه وهتلاقوا فيه معلومات كتيرة، لكن عايز أقول لك الحكاية باختصار. إن القرآن الكريم لما نزل، نزل من المولى عز وجل لجبريل عليه السلام لسيدنا محمد، هو مسموع من يوم أن نزل إلى يوم القيامة. ولذلك القرآن يعني تسمعه، لو قريته هيبقى عندك حاجات ما انتش هتقراها صح. فهو ده الكتاب الوحيد في العالم كله اللي لازم تسمعه عن ناس قريته. فتقدر تقول بقى انه من المولى عز وجل لجبريل لسيدنا محمد للناس، من واحد لواحد 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 فضل القرآن. طب ليه في قراءات بقى؟ الناس دخلت الإسلام كتير فاتفقوا، بس انتوا عارفين عمر بن الخطاب بدأ جمع المصحف، لكن ما ثبتش، عمل مصحف واحد. بعد كده الناس زادت في الإسلام، فبدأوا سيدنا عثمان رضوان الله عليه قال لك احنا نعمل بقى مصحف واحد، لأن الناس بدأت تختلف في القراءة، لأن ما عندهمش مصحف اللي هو الإمام، مصحف أساسي. فعملوا مصحف عثمان. فسيدنا عثمان قال لهم اللي تختلفوا عليه، قال يختلفوا ليه؟ لأن زي ما انتوا هتشوفوا هنحط لكم صورة، إن القرآن ما كانش مكتوب، بدأ يتكتب في عهد النبي على زعف النخيل والعظام والمش عارف إيه والحاجات دي كلها. لكن لما تشوفوا ما تعرفش تقرأ أبدا، ما فيش لا نقطة ولا تشكيل، مفيش لا نقطة ولا تشكيل، يعني عبارة عن رسم. عشان كده كانوا زمان يقول لك رسم المصحف العثماني مرسومة كلمة. فلو جبنا كلمة مثلا زي كلمة مثلا يعد، طيب هي معمولة كده الهمز الحركة بتاعت الايه والعين والدال، طب ما تبقى تعد لو حطينا النقط فوق، طب احنا حطينا النقط تحت يبقى يعد، طب حطينا نقطة واحدة تبقى بعد، وهكذا. فدي بقى كانت مشكلة؟ لا ما كانتش مشكلة.
لان سابوا الناس تقرا بيقروا المصحف من المرسوم ده، لان العرب كانوا بالسليقه كده يعرفوا يقروا، حتى الرسائل المتبادله ما كانش فيها نقط بس يقدروا يعرفوا الكلمه دي معناها ايه. لكن لما تعدد المسلمين اختلفوا لغات، يعني بيتكلموا لغات كتير، واختلف المسلمين فبقى في مشكله مش عارفين يقروا يحطوا. فبدات من هنا بقى القصه الشهيره بتاعه النقط على المصحف، التشكيل على المصحف عشان المسائل تنضبط. ولكن فضل المسلمين محافظين على الفكره الاصليه. ايه الفكره الاصليه؟ انه القران نزل على 7 أحرف، يعني ممكن يتقري باللهجه دي او اللهجه دي او اللهجه دي، لكن في الاخر كله بيدي المعنى الواحد. سالوا الامام مالك، قالوا احنا نقرا الفاتحه نقول بسم الله الرحمن الرحيم بجهر كده ولا نعمل ايه؟ فقال لهم انا ما اقدرش اجاوب. الامام مالك قال لهم لكل علم اهله، وعن مثل هذا يسال نافع، لانه اهل الحكايه دي. نافع ده مين؟ اللي علم عمنا ورش اللي موجود عندنا هنا في مصر. فكده دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. فورش من الناس اللي هم يعني ده وهب حياته لتعلم القراءه ثم تعليم الناس، تفرغ كده تلاقيه بيبقى يروح المدينه قعد شويه يتعلم على ايد الامام مالك. عشان كده المغاربه المنطقه المغرب دي كلها مالكيه تبع الامام مالك، عشان كده يحب ورش لانه تلميذه، تلميذ الامام مالك. والامام مالك كان بيحب ورش جدا ونافع والمجموعه دي، فكان يحب قراءتهم جدا، فعشان كده بتلاقي المسائل متسقه مش مختلفه. اما حفص عن عاصم فانا قلت لكم ان القراءه دي منتشره في منطقتنا اكتر، لانه دي علاقه ليها علاقه بالخلافه. الخلافه ما راحتش هناك، يعني يمكن الفتره اللي راحت فيها الخلافه الامويه في الاندلس بس، انما ما فيش خليفه من المسلمين راح عاش في المغرب او تونس او الجزائر. يعني على حد علمي معظمهم كانوا يا اما في بغداد، دمشق، الأول دمشق وبعدين بغداد وبعدين القاهرة والمنطقة دي. فكانوا الخليفة هم يعني بيحب قراءة معينة مش بيفرضها لكن بيقراها بتكتر. لكن برضه يظل السؤال، عمنا ورش ده لف الدنيا كلها وجه استقر في مصر.